من أقوى مقابلات الدورة 29 للدوري الوطني لكرة القدم تلك التي احتضنها مركب فوسفات بمدينة خريقة بين الأولمبيك المحلي والوداد المتوج أخيرا بلقب الدوري الوطني لكرة القدم. هذه المباراة الهامة استقطبت جمهورا كبيرا من أنصار الفريقين، وخلالها حل فريق الوداد بمدينة خريقة في غياب 11 لاعبا رسميا. أول تهديد للفريق المحلي بواسطة أقدار، خروج موفق للحارس المزاكي، دائما الخطورة تحمل التوقيع. أقدر الذي هدد في أكثر من مناسبة دفاع ومرمى فريق الوداد، هنا فرصة التي أعطت هدف أول، تسديدة قوية من رجل الجناح النشيط جمال تريكي، الكرة تخترق مرمى الوداد وفرحة عارمة لأنصار فريق أولمبيك خريبكة. السيطرة الكبيرة فريق أولمبيك خريبكة ستترجم بهدف ثاني بعد سلسلة من الهجمات المتواصلة التي أنهكت كثيرا دفاع فريق الوداد. هنا الغيني كامر ينسل يسدد، رد في سريع للمزكي الذي كان من ابرز عناصر الوداد في مباراه الامس. الكره تنزيل امام رفيق الصمد، واحد من هدافي فريق اولمبيك خريبكة الذي يضيف الهدف الثاني له في هذه المباراه لفريقه اولمبيك خريبكة، وهي نتيجه الشوط الاول من هذه المباراه. في الجوله الثانيه تحسن نسبيا الاداء الفني للمباراه، وانتعشت كذلك هجمات فريق الوداد. بالمقابل ظل فريق اولمبيك خريبكة وفيا لنهجه الهجومي المتميز. هنا اول تهديد للوداد بواسطه بورجي، بضع مئة من أنصار الوداد منحوا الدفء لمدرجات مركب الفوسفات. فريق الوداد هنا سيضيع أبرز فرصة في المباراة بواسطة اللاعب عبد الغني الذي أدخل روما في الجولة الثانية. تسديدة عبد الغني لامست عارضة مرمى الحارس عبد الرافع قاسي. إذن هذه المباراة تنتهي بفوز منطقة مستحق للأولمبيك بهدفين لصفر.